السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماجيك فلو ده مثال للبرمجة بدون كود. انت بتقول له لما يحصل حاجة تحصل حاجة تانية من غير ما تكتب كود خالص، تمام؟ هقول له كرييت يور، فمجرد ان انت بقى بتقول له لو حصل كذا اعمل كذا. الميزة ان في هنا شات جي بي تي، يعني لما شات جي بي تي يرد عليا خد الرد ده انشره في كل مكان، تمام؟ لما مثلا ينزل برنامج جديد في الهاجنج فيس ابدا انشره، وهكذا بتبدا تربط الحاجات مع بعض. كريت كوفيسين جنريسين ايمج، اول ما شات جي بي تي يقول لي اي كلام خد الكلام دوت ووديه لموقع معين زي ريبليكيت كون لي منه صور، تمام؟ هي دي فكره الماجيك فلو، ان انت بدات تربط حاجات مع بعض، تمام؟ اول ما يحصل صوره هنا فيها كوفي يبدأ ان هو ياخد الصورة دي ويبدأ يشيل الصورة في الموقع ده في الريبليكيت. فبتيجي هنا بتقول له مثلا والله لا ده أي حاجة تحصل لو كانت كلمة مثلا السلام عليكم دي بقى تبقى تاخدها تنشرها، تمام؟ دي الفكرة من الموضوع دوت. كل اللي انت تعمله ان انت بتبدأ تقول مثلا دي هاجنج فيس مثلا هتبقى هنا، مثلا هنا مثلا هيبقى كذا. بتبدأ ترتب ايه العمليات اللي تحصل لما مثلا هاجنج فيس تبدا تعمل حاجه جديده. فبتيجي تقف هنا هاجنج فيس كذا، الموديل نيم كذا، اني موديل نيم اللي انت عايزه لما يحصل في حاجه تبدا ان انت تشغل العمليه دي. مثلا سميته فيس او هابينج او اي حاجه، التايب جيسون ولا تكست ولا باينري، الانبوت بارامتر تبدا انت تحطها. فهو نفس الفكرة بتاعت موقع اسمه زايبر، وفي موقع اسمه IFTTT. لما تحصل حاجة انت تبدأ تعمل حاجة تانية، مثلا لما يحصل حاجة معينة هيبقى في سليب مثلا، او لما انا نايم تبدأ انت تنشر حاجة معينة بحيث اللي هي الاتمتة، تمام؟ تبدأ ان هو كل حاجة لما تحصل اوتوماتيك هو يعمل حاجة تانية، مش منتظر ليه تعمل حاجة. مثلا كل يوم تنشر صورة معينة مثلا او اذكار معينة او تديله مصحف كله ينشر كل يوم صفحة.